السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم. كلنا بكرة في انتظار إن شاء الله بإذن الله الدور بعد بكرة إن شاء الله الدور النهائي لكأس مصر أهلي وزمالك، تغطية خاصة إن شاء الله عبر شاشة الحياة مع الثعلب الصغير حازم إمام، وطبعا دينامو قناة الحياة مهيب عبد الهادي من أرض الملعب من الساعة إن شاء الله بإذن الله من الساعة 5، ومكملين معاكم حتى منتصف الليل لحد ما تقولوا كفاية كده. الكواليس كلها إن شاء الله بإذن الله أهلي وزمالك، وحديث عن لعيبة وتاريخ الأهلي وتاريخ الزمالك، وتغطية من أرض الملعب بعد اللقاء وقبل اللقاء، كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله باذن الله هتشوفوه عندنا عبر شاشه الحياه. عايز اقول لكم ان ساعات جامده جدا من النادي الاهلي ونادي الزمالك للقاء القمه، الفرص كلها متساويه بشكل كبير جدا. اعتقد النادي الاهلي يسعى للحصول على الكاس لمصالحه جمهوره، وده اقل واجب، ونادي الزمالك طمع ايضا جمهوره، ويسعى مرتضى منصور للحصول على البطوله لاضافه بطوله جديده في عهده. واللعيبه يعني سواء الاهلي سواء الزمالك، فيريرا بصفقاته، فتحي مبروك بصفقاته ايضا، ولكن في النهايه الملعب ما بيعترفش بكده، والمستديره دائما بلا توقعات، ولقاءات الاهلي والزمالك دائما بلا توقعات. ياسر عاصم زي كل يوم طبعا عايز يطلع لعناويننا، اطلع يا ياسر. الوزارة ترفض حضور الألتراس في القطبين. الأهلي يتمسك بالأجانب. نهائي الكأس تحت منظار كوبر. العاصي وصادق في ضيافة الملاعب اليوم. عايز اقول لكم ان حكام القمه تحددوا بالفعل، ومش هقدر اقول المدرسه طبعا اللي هم جايين منها، ولكن لجنه حكام اتحاد الكره النهارده في موافقه خلاص على حضور الحكام، والحكام اجانب. يعني الموضوع اعتقد منتهي، مفيش حكام مصريين للقاء القمه، وزي ما قلت لكم الجميع يستعد. طيب احنا ممكن نجيب الكابتن عصام عبد الفتاح او الحاج محمود الشامي، يعني نعرف برضو آخر التطورات بالنسبة لترتيب اللقاء. الحاج محمود الشامي هو ممثل رئيس الاتحاد أو القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة المصري في غياب الأستاذ جمال علام والكابتن حسن فريد، وهو اللي هيكون موجود في المراسم إن شاء الله بإذن الله بتاعة المباراة. أيضا بكرة إن شاء الله بإذن الله هننقل لكم المراسم أو خطوات مراسم بطولة الكأس على الهواء مباشرة من استاد بتروجيت والبروفة النهائية، عشان الإعلاميين ومسؤولين النادي يكون كله معانا متابع معانا دقيقة بدقيقة. بترو سبورت، انا قلت بتروجيت، طب بترو سبورت، خلاص التركيز قاعدين ماشي يا جماعه، بترو سبورت. يعني عشان نتابع بس دقيقه بدقيقه، لان في ترتيبات خاصه للمباراه، عايزين الاعلاميين بكره يتابعوا معانا، عايزين بكره مجالس الادارات يتابعوا معانا، في اعداد معينه، في اماكن لكل حد، سواء مصورين سواء كاميرات سواء اعلام مرئي سواء اعلام مكتوب، يعني عشان بس الناس تساعد في خروج الكاس بالشكل المطلوب. وهيكون في مراسم برضو بعد اللقاء بكره، برضو هنقول خطواتها عشان ما يكونش في خلافات، الناس ما تتضايقش، كل واحد يبقى عارف اللي يقول عليه. هنحاول ان شاء الله باذن الله ثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه. عايز اقول لكم خلاص النهارده برضو موافقه، بعت موافقه لاتحاد الكره على مباراه السنغال يوم 8 في الامارات. مباراه السنغال يوم 8 في الامارات خلاص دي ضن والموضوع انتهى تماما، والحاج محمود الشامي النهارده خلص الموضوع. منتخب مصر يوم 8 في الامارات، وهناك اتصال على مباراه ثانيه ممكن تكون يوم 12 في مصر او ايضا في الامارات، ولربما الافضل انها تبقى في الامارات، لان لعيبه الاهلي والزمالك هيفضلوا قاعدين هناك، هيلعبوا 8 ويلعبوا 12 وهيلعبوا 15 او 16 مباراه السوبر المصري لعيبه الاهلي والزمالك. كده خلاص تاكد بالفعل ان طرفي السوبر المصري هو الاهلي والزمالك. ده برضو بنشرح للناس عشان الناس تبقى عارفه، لقاءين الشهر ده للاهلي والزمالك، الاهلي في مواجهه الزمالك يوم الاثنين في نهائي الكاس، الاهلي والزمالك في مواجهه في السوبر الافريقي يوم 15/10 ان شاء الله باذن الله. السوبر المحلي تمام، حاضر. عايز اقول لكم برضو إن انا مش عارف والله اركز مع الناس ولا معاكم دربكتوني. طيب انا مش عارف، يعني وزاره الرياضه ترفض حضور الالتراس مران الاهلي، مران الاهلي الاخير.
انا عايز اقول لكم بس قبل ما نتكلم على الوزاره، مبارك المهندس خالد عبد العزيز التجديد الثقه للمره الثالثه. المهندس خالد عبد العزيز اختير وزيرا للشباب، ثم وزيرا للشباب والرياضه، ثم المره الثانيه وزيرا للشباب والرياضه، وهو اول وزير شباب ورياضه لمصر في تاريخها. عشان الامور تبقى واضحه، هو الحقيقه الراجل ادى بشكل اكتر من رائع الفتره اللي فاتت ومجهود كبير جدا، واحنا ناشدنا السيد رئيس الوزراء ان احنا عايزين وجود المهندس خالد لتكمله الخطه اللي احنا بدأناها. مش عايزين في الرياضه تغيير، احنا رايحين الاولمبياد وعندنا بلان معينه وخطه معينه، فان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي افضل. ودايما اللي بينقصنا في الرياضه ان احنا يكون عندنا بلان طويله المدى. ده المهندس خالد عبد العزيز، ودي لقطه حلف اليمين النهارده، هو وقف الموقف ده 3 مرات. ان شاء الله باذن الله يعني تبقى يقعد فتره طويله وتبقى مليئه بالانجازات، تبقى مليئه بالبطولات. شفنا النهارده علاقه وزاره الرياضه باللجنه الاولمبيه المصريه والمهندس هشام حطب انتجت عن استقرار الاتحاد، انتجت عن ميداليات كتيره جدا، انتجت عن رحيل الاولمبياد. النهارده بنتصدى للمشهد تماما في البطوله الافريقيه، في بطولات العالم النهارده داخل على طول ايهاب عبد الرحمن عزمي محلبه سادس عالم اول امبارح، رنيم الوليلي متصدره المشهد اولى على العالم في اول مره في تاريخها. يعني ان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون افضل، وسباحين مصر برضو عاملين شغل كويس، وان شاء الله في يعني في نوع من الاستقرار او الهدوء هيجي ان شاء الله باذن الله مع انجازات. ده جدول ترتيب البطوله الافريقيه، شغل كبير جدا لايمن الدهشوري الحقيقه بوجه له كل الشكر. مصر 78 ذهب، 57 فضة، 61 برونز، 196 تتصدر مصر المشهد بفارق شارع عن جنوب أفريقيا 117، وتفوز باللقب بطلة مصر، هي بطلة البطولة الأفريقية. آخر ذهبية النهاردة كان فريق كرة اليد. ايضا هيكون معانا ان شاء الله باذن الله برضو من نادي الزمالك على الهواء مباشره، برضو تدريب نادي الزمالك ولقاء مع المستشار مرتضى منصور في كاميرا دلوقتي موجوده هناك، زي ما دايما معودينكم كاميرا الملاعب اليوم وكاميرات قناه الحياه موجوده في كل مكان. ده دلوقتي مباشر من امام نادي الزمالك. الاتوبيس موقفينه بقى عشان يبرد، لان هيسخنوه بعد بكره ويطلع ان شاء الله باذن الله على استاد بتروسبورت. ودي برضو لقطات مباشرة منذ قليل أمام النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي يستعد للدخول، ولكن وزارة الرياضة ترفض حضور الألتراس مران النادي الأهلي خوفا عليهم. عشان بس الأمور تبقى واضحة، يعني هناك في وجاء ذلك الأمر بسبب أن مدرجات التتش قايلة للسكوت، فضلا عن رغبة ألتراس أهلاوي في حضور مران من أجل تدعيم الفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس. يعني ده حفاظا على سلامه الجميع. وانا ما كنت يعني برضو مجلس اداره الاهلي كان ممكن حتى لو في حديث مع وزاره الرياضه يطلع هو بيان خوف، يعني طبيعي خوف على جمهوره. طبعا الجمهور يعني له كل الاحترام، جمهور الاهلي او الزمالك عايزين يساندوا الفريق، ولهم يعني قوه دفع غير طبيعيه قبل اي ماتش، تقول تفاؤل، تقول شحن معنوي، تقول زي ما تقول. ولكن النهارده المدرجات غير يعني غير مؤهلة لاستقبال هذا العدد من الجمهور. سلامة أي واحد أهم بكتير جدا من بطولة، أهم من ماتش، وأهم من أي حاجة في الدنيا. دي لقطات مباشرة، دي لقطات منذ قليل أمام النادي الأهلي. جمهور نادي الأهلي الحقيقة برضو جمهور وفي، يعني دايما ورا فرقته في المواقف، برضو شباب صغير يعني ساعات بنختلف ونعترض معهم، ولكن برضو الحقيقة عندهم وعي على طول، بيجمعوا نفسهم في دقيقة، موجودين على طول في ظهر الفريق في أي وقت الفريق نادي عليهم، موجودين عارفين إن ده ماتش مهم جدا، عارفين البطولة هتفرق بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي. يعني الحقيقة برضو جمهور يستاهل كل التحية، لأن في الآخر الشباب ده أنتم مش عارفين بيبقى جاي من آخر الدنيا، لازم دايما الحاجة الحلوة نقول عليها حلوة، يعني ما ينفعش إن احنا نقف عند كل حاجة نعترض، إما يجي أي خروج عن النص نقول، ولكن النهاردة في التزام، في احترام، في مساندة الفريق، احنا على طول في ظهر أي جمهور موجودين على طول. حقيقة يعني شكل ومنظر متحضر بشكل كبير جدا، وجمهور الأهلي بيخرج بشكل متحضر ومحترم وبيخرج بشكل محترم، مفيش أي مشكلة. ولكن ان شاء الله باذن الله ان يكون يعني مجلس اداره النادي الاهلي عمل شغل كبير جدا انشائيا جوه النادي، ويكون الفتره الجايه ان هم يبتدوا يعني يشتغلوا شويه في موضوع المدرجات. طيب
الزمالك بيدرس حضور الجماهير للمران الاخير، يدرس مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه مرتضى منصور بالتنسيق مع البرتغالي فيريرا المدير الفني الكروي الاول حضور بعض الجماهير واعضاء الجمعيه العموميه لتدريب غدا الاحد. وقال مصدر من داخل الزمالك ان رئيس الزمالك يحاول تحفيز الفريق ودعم لاعبي الفريق الابيض قبل مواجهه الاهلي بعد غد الاثنين في نهائي كاس مصر. يعني في حته الحقيقه انا مقتنع بيها وفي حته مش مقتنع بيها. يعني طبيعي ان اي خروج عن النص مرفوض، وطبيعي ان يحسب لمرتضى منصور ان هو وقف قدام ظاهرة الخروج عن النص. حقيقة قلبه جامد، وقف رغم اعتراضات رغم انتقادات رغم مواقف تعرض لها، تحسب له الحقيقة بشكل كبير جدا. ولكن الجملة دايما بتاعت حضور اعضاء الجمعية العمومية، حضور الجمهور، لا الجمهور، لا اعضاء الجمعية العمومية، هو ايه الفرق؟ انا مش قادر افهم. انا افهم ان النهاردة اي خروج عن النص غير مقبول، اي خروج عن النص غير مقبول، غير مقبول. اي حد النهارده يخرج عن النص ما ينفعش يكون موجود. ولكن النهارده يجي بقى اللي يشجع ده عضو جمعيه عموميه او مش عضو جمعيه عموميه، انا في النهايه بشجع الزمالك، انا في النهايه من حقي احضر. اه ممكن يكون عدد قليل في البدايه كبروفا، ولكن مش عايز اصنفهم، مش عايز النهارده يعني مش عايز اختزل جمهور الزمالك اللي بالملايين في اعضاء جمعيه عموميه. اه ممكن النهارده اعمل بيهم البروفا الاولى، ولكن النهارده في التمرين هدخل ادخل النهارده الجمهور. اي خروج عن النص بره اقطع رقبه على طول، مفيش كلام. ولكن جمهور نادي الزمالك، اعضاء الجمعيه العموميه، جمهور نادي الزمالك ما يدخلش جوه النادي، ملوش حق التصويت. ده موضوع، دي قصه. ولكن القصه الثانيه ليه حق ان هو يستمتع بفرقته، ليه حق ان هو يبقى ورا فرقته، ليه حق ان انا اشجع، انا اللي بروح ورا فرقتي اي مكان. ده اخر ماتش سموحه، وتألق كبير الحقيقة للمهدي سليمان، وتألق كبير جدا لجنش، والرأي العام كله يتجه مع جنش لا المشاركة. جميع الناس الحقيقة تتجه ان جنش من حقه ياخد الفرصة. وانا يعني طبعا ده حق اصيل للمدير الفني، وانا يعني احمد الشناوي من حراس مرمى طبعا جيدين جدا، ولكن حيرة. الشناوي وحش وجون كبير جدا وجون منتخب مصر وحاجة جامدة جدا، وجنش عامل شغل غير طبيعي مع نادي الزمالك، ويعني فارق بشكل كبير، وهو يعني ليه بنسبة كبيرة جدا وصول نادي الزمالك للمباراة النهائية. النهاردة قرار بقى، هل الشناوي هل جنش؟ هو في النهاية قرار فيريرا بنسبة 170%. فيريرا هو رئيس جمهورية الكورة في نادي الزمالك، يعني في النهاية هو اللي هيقرر نجح في الحتة دي ونجح بالحتة دي. ولو وهيكمل نجاح لازم يكمل فيها، لازم يكمل ان هي الرؤية تبقى خالصة. يعني ان شاء الله خير يا مهيب، ربنا يكرم. يعني زي ما قلت لكم طبعا، ايضا برضو المهندس خالد عبد العزيز بيحضر اول اجتماع للحكومة الجديدة، وكان في اجتماع النهاردة. نتمنى طبعا كل التوفيق للحكومة الجديدة، ولكن انا الحقيقة ما بفهمش في السياسة قوي، ولكن يعني عندي برضو وجهة نظر، لازم الوزراء دي تقعد فترة. يعني انا شايف ان الوزراء بتيجي ثم بتتغير ثم وزارة ثم تيجي وزارة تانية. هل النهاردة في سيستم؟ هل النهاردة في مانيوال الوزارات دي ماشية عليه؟ هل النهاردة في بلان اللي بيجي بيكمل شغل اللي بعديه؟ ولا الناس، لان في النهاية الناس اللي بتدفع الثمن. انا النهارده عندي مشروع ماشي مع الوزير اللي موجود في خطه معينه او في موضوع معين، بيجي وزير جديد ببتدي النهارده من اول السطر تاني وابتدي اشرح له تاني، ويبتدي الموضوع بتاعي يقف، وكل واحد وقناعاته، واللي يمشي واللي يمضي واللي ما يمضيش طبعا بتبقى مشكله. انا نفسي بس يعني مصر تيجي وزاره تقعد مده، يبقى في حاله استقرار، يبقى في بلان، يجي النهارده يقول انا في سنه. لان عايز اقول لكم ان ولا رئيس نادي ولا وزير هيقدر يجي يقعد يعمل حاجه لو في استقرار. محمود طاهر ما نجحش غير لو قعد بورقه وقلم قال انا هعمل الشهر ده كذا، ست شهور الجايين كذا، السنه كذا، السنه ونص كذا، سنتين كذا، علشان تمشي الامور. مرتضى منصور النهارده مش هينجح غير ما حاسس ان قعد 4 سنين. تعالوا بقى انا بعد 4 سنين هقفل على نفسي، وده الدرس اللي اتعلمه من 2005. الوضع اختلف من النهارده 2005، هبتدي في النادي وامشي مع الفريق وامشي فرع تاني، اشوف موضوع الاستاد بلان. لكن النهارده جاي بتعيين 7 8 شهور سنه، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ عايز بقى اعمل اي حاجه تظهرني اشتغل في اي موضوع غير ان انا اعمل بلان طويل المدى. هو ده برضو موضوع مهم جدا كان لازم ان احنا نوضحه. انا عايز نحاول بس نجيب الكابتن عصام عبد الفتاح على التليفون او الحاج محمود الشامي عشان برضو نتكلم على الحكام. كوبر وجهاز المنتخب في نهائي الكأس، نهائي الكأس. كوبر هيحضر النهائي، هو مسافر دلوقتي في أجازة
يعني لظروف اسريه وراجع تاني وهيحضر هو والجهاز الفني بالكامل. طبعا اعتقد ان هيكتور كوبر سعيد جدا بلقاءات الاهلي والزمالك اللي ورا بعض، لان اللقاءات الجامده دي هتفرق بشكل كبير جدا مع المنتخب الوطني. لقاءات الاهلي والزمالك دي بتبقى لقاءات ناريه، انا شايف السوشيال ميديا والفيسبوك ابتدوا بقى كل واحد بيغازل على طريقته، كل واحد بيدي الافيه بتاعه، ولكن بحذر وبنادي وبقول يا رب وبقول عشان خاطرنا وبقول من فضلكم لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك بره الجيم، بره الجيم كل واحد في حتته بره الجيم، لا يبقى في صوره على الفيسبوك ولا نداعب بعض ولا نلاعب بعض ولا الحاجات دي، لان بعدها باسبوع احنا موجودين مع المنتخب. المشهد ده بيتصدر للجمهور بره وبتبقى القصص مختلفه تماما، وبتبقى القصص مواضيع تانية خالص وبتسخن ويبقى في احتقانات. احنا مش عايزين القصة دي خالص. الأهلي برضو هيغادر إن شاء الله بإذن الله تاني يوم المباراة، رايح جنوب أفريقيا عنده لقاء أورلاند اللقاء الأول، ثم إن شاء الله بإذن الله لقاء العودة، وإن شاء الله بإذن الله يعمل نتيجة طيبة. ده هيكتور كوبر الزمالك أول يوم العيد. ده هيكتور كوبر والصورة اللي قبلها، ارجع لي كده بالصورة اللي قبلها، عايز أعلق على حاجة يا ياسر اتفضل. دي الصورة يعني دي صورة الجهاز الفني للمنتخب الوطني. الحقيقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني يؤدي بشكل كويس، يعني الراجل لسه ما عملش شغل كبير بس واضح ان هي البدايات اهو. ده التمرين يوحي برضو على الالتزام. برضو ادي كهربا اهو نجم شريف، ده الشركة الراعية، يعني الدكتور علاء عبد العزيز، وليد مهدي انتيم مهيب عبد الهادي اهو على الشاشة، من اكتر اتنين صحاب في العالم وليد ومهيب. انتيم ماشي. طيب عايز اقول لكم برضو ان شاء الله باذن الله الزمالك برضو عنده لقاء مهم مع فريق في تونس، وهيبتدي لقاءه الاول هناك، وهيغادر ايضا يوم الخميس. هيغادر يوم الخميس، الاهلي هيغادر الثلاث ان شاء الله باذن الله، والزمالك هيغادر يوم الخميس ان شاء الله. مباراه الاهلي يوم 26 ومباراة الزمالك 27، عشان كده هيبقى فيه فرق يومين. برضو ان شاء الله هي ميزة، انا عايز اقول لكم انا من وجهة نظري ان اللقاءات دي رايح جاي، ان الاهلي والزمالك يبتدوا اللقاءات هناك الاول، ده شيء طيب، لان نتيجة التعادل دي نتيجة كويسة، وبعدين في الاخر الفرقة جاية لك هنا، او لو ربنا كرمك هناك وكسبت بيبقى دور كبير وشكل كبير جدا. ده كأس الاتحاد الافريقي، الدور قبل النهائي، الجداول اورلاندو افريقيا، الاهلي مصر، النجم الساحلي تونس، الزمالك مصر، الزمالك مصر مع النجم الساحلي تونس، 3 اكتوبر و4 اكتوبر الاهلي. يعني ايمن دهشوري شغل جامد، ومحمد الدمرداش طبعا رئيس التحرير وشغل عالمي، ومحمد صلاح ما جابش القلم، مفيش مشكله ماشي. طيب زي ما قلت لكم برضو الاهلي بيتمسك باسناد القمه لطاقم تحكيم اجنبي، الموضوع انتهى وخلاص، واللي جاي طاقم تحكيم اجنبي ان شاء الله باذن الله. وزي ما قلت لكم يعني احنا خلاص انتهى الموضوع، عارفين المدرسه، وهنقولها لكم ان شاء الله قبل نهايه الحلقه. هنحاول نجيب الحاج محمود الشامي او الكابتن عصام عبد الفتاح، لان الموضوع متكتم عليه واحنا محترمين كده جدا. هيعلن ماشي، هنشوف هيعلن امتى، بس ان شاء الله باذن الله الموضوع منتهي. نرجو من الجميع الهدوء، نرجو من الجميع من إدارة الناديين الهدوء. الحكم أجنبي، الماتش من غير جمهور، أهلي وزمالك الماتش في الملعب، عندكش أزمة وما عندكش حد بره تدور عليه تمسك فيه، يعني الأمور واضحة، لازم بهدوء، لأن ده مش أول لقاء ولا آخر لقاء. أنت عندك ده لقاء 15-10 لقاء، وإن شاء الله بإذن الله زي ما قلت يا داخل ملاعب اليوم هيبقى فيه الثالث والرابع، نهائي الكونفدرالية أهلي وزمالك. فدي مش هتبقى أول حاجة، فدي بروفا كويسة جدا لينا قدامنا قبل الدوري، وبروفا كويسة جدا للإدارات. عايزين منظر بقى نتمنظر على العالم بيه، عايزين منظر يبقى يعني حاجة كبيرة. على فكرة اللقطة دي بتاع حسين السيد دي، رجع لي تاني اللقطة دي يا ياسر، اللقطة بتاع حسين السيد دي يعني هناك أقاويل إن حسين كان عنده ستريس من حالة ناس بتنتقده بتقول إن هو يعني ما ينفعش يكون موجود في النادي الأهلي، أو ما ينفعش يشارك، أو ما ينفعش. أنا برضو من وجهة نظري ما ينفعش إن يسمع، ما ينفعش يسمع، ده راجل نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، اللي يقول يعني اللي يقول ان هو ما ينفعش يلعب، ده راجل بيلعب في الاهلي ومنتخب مصر، يعني حتى لو بيلعب في الاهلي وبيجاملوه ده بيلعب في منتخب مصر وهيلعب اساسي ونجم من نجوم النادي الاهلي، وهيبقى ان شاء الله باذن الله نجم من نجوم منتخب مصر، وهيبقى سيد معوض نمره 2. يعني المفروض الحاجات دي
هو يديها ظهره وما يسمحهاش. دي يعني نصيحتي، وهو ولد محترم جدا ولعيب قوي جدا، ولو قفل ودانه او ما سمعش الدنيا تختلف معاه. احمد فتحي الجوكر جون عالمي، يعني ربنا بيدي المجتهد، هو نازل بيدعي ونازل يعمل حاجه ونازل عنده حماس، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق. مهما اتكلمنا في لقاء الاهلي والزمالك بلا توقعات، مهما اتكلمنا، مهما قلنا فنيات، مهما قلنا ده مع اسلحه، مهما قعدنا نبص على اللعيبه، منتخب مصر في الملعب، يعني اللعيبه هنا او اللعيبه هنا، قولوا زي ما تقولوا، حدث ولا حرج. القصه في ايد فيريرا، القصه في ايد كابتن فتحي مبروك، قصه الهدوء وعوده الجمهور في ايد محمود طاهر والتهدئه، وفي ايد مرتضى منصور والتهدئه، عدم الانفعال، الدنيا تبقى هاديه، تبقى بروفا جيده، الادارات تحت يسلموا على بعض، اللعيبه حبايب في الملعب، الادارات فوق يسلموا على بعض، ان مجالس الادارات علاقات طيبه، مشهد حضاري، مشهد كويس، عدت بالسلامه. بحلم يا مهيب؟ ماشي يا مهيب، ان شاء الله باذن الله هيحصل كده، وان شاء الله باذن الله هيعدي اللقاء لبر الامان، وهتكون الدنيا 100 100. دايما عشمانين كده وبنحلم، بس ربنا ان شاء الله هيكرمنا، لان الكوره مش هتعدي غير كده، مش هنقدر نطلب الجمهور غير كده، مش هنقدر ناخد خطوه يعني اكبر من كده غير بالشكل ده وبالطريقه دي، وان شاء الله باذن الله الاحسن هو اللي يفوز. قديمه. طيب علاقه اللعيبه ببعض افضل، ما هو علاقه مجالس ادارات الاهلي والزمالك مفيش علاقه اصلا، عشان تبقى علاقه اللعيبه طبعا حبايب، لعيبه قاعدين مع بعض مع المنتخب، لعيبه على طول علاقاتهم طيبه، على طول علاقاتهم كويسه، طبعا وضع طبيعي، بس احنا عشمانين الماتش ده يكون بدايه هدوء ما بين مجالس الادارات، الكسبان هيقول الخسران، هيسلموا على بعض، هارد لك، الف مبروك، سلام عليكم، وعليكم السلام. هيخرج المشهد شكل ان شاء الله باذن الله اكتر من رائع، ترتيب كويس، دخول اعلامي محترم، تسليم كاس مصر كلها تتفرج علينا، مفيش مشاكل ما بين الاعلاميين، مفيش مشاكل ما بين مجالس الادارات، والحاج محمود الشامي في النص، وان شاء الله باذن الله، الله بقى ربنا معاه. حاج محمود مساء الخير. حاج محمود مساء الخير. الاول فعلا انا حاسس ان هي بدايه طيبه جدا، يعني الاحتقان هيتلاشى ان شاء الله، وهننتهي على خير ونعمل حاجه كويسه تليق بالكره المصريه، ونهايه موسم يعني صعب جدا، واللي انت قلت عليه يعني احنا ملتزمين بيه ومتعهدين بيه، والحقيقه بياكد عليه. النهارده كان معايا تليفون مع مرتضى منصور، امبارح كان معايا تليفون مع اللواء شيرين المسؤوله عن التنظيم والشغل في الالتزام بالعدد. احنا مجهزين اداءات، الناس هتبعت لنا الاسماء بتاع مجلس الاداره، احنا مش هنسلم اي اي دي من غير اسم، كل واحد هيجيب اسمه هي مختوم. انا متابع بنفسي وبسلم الاسماء نفسي، اللي بالنسبه للقنوات الفضائيه خلاص القرار طلع قدام حضرتك ان اي قناه فضائيه عايزه بتبعت 35,000 جنيه باستعداد اما للاتحاد او للشركه الراعيه حسب الاتفاق عشان نسمح بدخول قنواتهم. بالنسبه للاعلاميين على نعرف، واحنا بنحضر الاسماء كلها خاصه بنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاهلي. عايز اقول لحضرتك بكره احنا ان شاء الله الساعه 6 بكره باعتين كاميرا لاستاد بترو سبورت، عاملين بروفا هناك نهائيه، الشركه الراعيه ووليد مهدي والمجموعه، واحنا هنذيع على الهواء الترتيبات للناس. ممتاز. الاعداد والتدخول والتعامل مع الاعلام والقصه والايديات كلها. فكره ممتازه وانا شايف ان عايزين احسن استثمار. النهارده الاهلي والزمالك بيجمعوا القدر بالخمس مرات المتتاليه اللي جايه دي ده يعني اذا الروح اللي بين اللاعبين وهم عملوها في المنتخب، والبدايات كويسه يعني المنتخب، شوف قد ايه كان، انتوا برضه كان لكم دور في المساهمه مهمه جدا، وانتوا بتعملوا الكواليس واللعيبه وعلاقاتها ببعضها، وان مفيش موضوع وان مفيش حاجه، نفس الكلام هيبقوا في الملعب، كانوا موجودين لو تفتكروا في الماتش بتاع نهايه الدوري، هو ده البدايه. وكان ان شاء الله يكون مجالس اداره الانديه النهارده بلغنا مشرف طه منصور ان هو لغى الحج. حاج محمود انا معايا خبر ان النادي الاهلي يعني بيتمسك بالحكام الاجانب، موضوع الحكام انتهى؟ الحمد لله تماما، حكام اوروبيين على اعلى مستوى، خدنا الموافقات ان شاء الله يصلوا غدا باذن الله. مدرسه ايه يا حاج محمود؟ مدرسه اوروبيه. مدرسه اوروبيه ان شاء الله، ان شاء الله هم حاكم في كاس العالم، حاكم في كاس العالم. انا والله العظيم ما قلت هيجيب الحاج محمود. انا ما قلتش. خلينا كده ان شاء الله بكره ان شاء الله نقول للناس كلها ان شاء الله ننزل على الموقع اساميهم وحكموا. بنشكر لجنه الحكام على المجهود اللي اتبذل. انت عارف حضرتك الاحداث الاخيره بتاع المكسيك مأثره، مش عايز اقول لحضرتك احنا كنا ماسكين اعصابنا
بقالنا 3 ايام الرفض شغال من ايطاليا، اترفض من هنا اترفض. الحاجات دي انت عارف للاسف الشديد بتبقى تاثيرها سلبي جدا في اسرع وقت هناك. فجالنا رفض بتاع 4 دول، الحمد لله دوله اوروبيه كبيره واسم كبير في التحكيم، ويكون يريح الناس كلها ان شاء الله باذن الله كابتن، باذن الله سان التحكيم موجود، والكابتن سمير عادل نفسه بي 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 هيبقى موجود مع مع التحكيم. عايز اشكره على المجهود اللي عمله الحقيقه خلال الفتره ديت، في هو رئيس اللجنه اللي شكلها العميد ثروت، واسم كبير طبعا الكابتن سمير عدلي معاه وليد مهدي ومعاه كابتن انور صالح، وكل حاجه متنظمه وكل حاجه مستنيه ان شاء الله الاداء يبقى سلوكيا وفنيا على اعلى مستوى يليق بالكره المصريه والتطور اللي حصل فيها والاداء اللي حصل نسيب ان شاء الله. هل بكره الصبح هتعلنوا الترتيبات المعاناه حاج محمود؟ لان بسمع الماتش هيبتدي 7، لا 7:30 7 بالظبط الماتش ان شاء الله. الترتيبات كلها تعلن على الموقع ان شاء الله في بيان يعلنه الكابتن سمير عادل رئيس اللجنه المنظمه في المؤتمر الصحفي الساعه 2 الظهر النهارده، بكل حاجه هنعلق الاسماء، الاسماء اللي موجوده هنعلق، عشان النهارده الاختراقات اللي موجوده يا كابتن سيف لن يكون هناك احد مثلا بيتابع شركه الراعي وهو بيشجع نادي معين، لان طول مجامله. حتى لما جه دعوتين للامير تركي بن عبد العزيز، تركي بن طلال بن عبد العزيز، والامير عبد محمد بن عبد الله الملك عبد الله لحضور الماتش برغبته في حضور الماتش، بعتنا لهم دعوه ومن حصه الاتحاد المصري لكره القدم بدون التقايد بحصه الاهلي او الزمالك، ويكون لهم مكان مخصص لهم. كل حاجه بالاسم بتتجاب وبنتابع بالاسم، مفيش بقى ابعت لي 25 وانا ابعت اي حد، لا مش هبعت 25، ابعت لي حضرتك الاسماء وانا ابعتهم. تمام. عشان انا بقول لك ده صحفي يبقى ده صحفي، ده اعلامي يبقى ده اعلام، ده يقعد ما يخشش المقصوره، بحيث ان حتى المقصوره متاكد لحضرتك المقصوره اللي هي 175. طب تعرف كمان اختيار بترو سبورت يعني العدد محدود، ما ينفعش هيبان كل حاجه فيه، الاستاد برضه صغير ومحدود، ونشكر طبعا الناس على الموافقه. لكن موضوع السنغال خلص يا حاج محمود؟ نعم، ماتش السنغال يوم 8 انتهى. تماما موافقه جت نهائيا، ولسه دلوقتي بنفاضل يعني، شوف بقى الرزق لما يجي. قبل انت بتكلم نص ساعه زامبيا بعتت موافقه، معانا دلوقتي موافقه زامبيا وتوجو وبوركينا فاسو على الماتش الثاني. ده في الامارات ولا هنا يا حاج محمود؟ لسه بقى احنا يعني كان الكلام الاول على هنا. بس خلي بال حضرتك بالنسبه للعيبه هتبقى صعبه ان هو يخلص. احنا مش هنلعب الا في الامارات، احنا مش هنلعب الا في الامارات طبعا، لان في ماتش 15 قولاً في الامارات. قولا واحدا، احنا اللي هنلعب ماتش واحد في الامارات موضوع منتهي، هنلعب ماتش واحد في الامارات ويرجعوا يلعبوا الماتشين في الامارات. فاحنا عدينا كل موافقاتنا، احنا موافقين بالنسبه لزامبيا، اللي هيجيب الاول ونمسكه في ايدينا هيبقى هو الماتش الثاني، لان طبعا الانقلاب العسكري اللي حصل في بوركينا فاسو طبعا اتى بظلاله، مع ان اللعيبه معسكره في بروكسل في بلجيكا بعيد عن المعسكر، لكن احنا معانا 3 موافقات دلوقتي، وبرده ما زالت بوركينا فاسو هي الاقرب للمباراه الثانيه يوم 12 ان شاء الله يا كابتن سيف باذن الله. ان شاء الله. سؤال ثاني يا حاج محمود اخير معلش، انا امبارح كان معايا على الهوا ضيف الحاج احمد الصحيفي والمحامي استاذ نصر عزام. أيوة. والكابتن علاء عبد العال دي الفني البتروجيت. ايوه فندم. والمحامي استاذ حافظ الرهوان المحامي لنادي الداخليه. ايوه فندم. كويس. ويعني الناس الحقيقه امبارح اتكلمت بشكل محترم جدا، وان هم في انتظار قرار الظلمات، وكل واحد شرح موضوع يعني قصته بشكل الحقيقه متحضر جدا، ولكن كان عندهم وجهه نظر برضه عايز اقولها لحضرتك يا حاج محمود. البطء في تحقيق العداله غير عادل، يعني النهارده كل حاجه في اتحاد الكوره بتاخد وقت كبير، اللعيب ليه فلوس يستنى 2 سنين، الناس ليها احكام تستنى 2 شهر. صح. لجنة تظلمات النهاردة تقعد 15 يوم 20 يوم قبل ما تنعقد، مع ان لو 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 لجنة النهار شؤون اللاعبين اخذ القرار من اول جلسة، لجنة النهاردة التظلمات اخذ القرار على طول، يعني حتى فروقات التأجيل اسبوع 10 ايام 15 يوم، لا عارف هيحضر ده فريق، لا عارف ده موضوع انتهى، لا عارف القصة. رأي حضرتك؟ انا معاك 100%، وبأيد حضرتك. انا في اتحاد الكورة النهاردة لما جيت شفت الملفات من 2013 من تشكيل لجنه شؤون اللاعبين، 213 حاله اللي قلنا حضرتك عليهم راحوا تظلمات، 21 حاله 21 30 حاله طلع منهم 11 بس في 3 سنين، 11 و18 ما تبتش. خلي بالك بقى انا عندي بقى تحت 173 كمان، انا خلصتهم، انا في اللجنه دي الحمد لله في الشهرين دول انا خلصت، لكن انا زي ما حضرتك بتقول واتحاد الكوره مشكورا اعتمد القرارات، لكن انا بنتش غريب، خايف اروح التظلمات الناس دي تموت دي حقوق ناس، انا خايف انا الاليه اذا ما حصلش في التظلمات طبعا، والتظلمات ديت لازم الموضوع معلش نقعد مع بعض كاتحاد كوره، لازم الناس دي تكون
له مبادلات وانتهت. مش طبعا هو ما طلبوش، بس الموضوع كبير، مش سهل، مش اجتماع بتجتمع كل شهر. ده لو ما اتعملوش جدول بمواعيد وخلص خلال شهر واتنين، يبقى حرام حقوق الناس دي. فيما يخص موضوع الداخليه والجونه، الموضوع انا مبسوط جدا بالتصريحات، بس اتمنى. لا انا مش بتكلم على الموضوع، لان الموضوع خرج من ايد حضرتك. انا عايز اقول، انا عايز اقول بس على نقطه مهمه، اتمنى لما يطلع القرار يلتزم بيه الجميع. يعني هم قالوا كده على فكره امبارح، وانا سعيد. يعني انا سعيد، وانا وطبعا يعني هم يمكن التاخير ده خدوا فرصه كويسه ان كل واحد ادلى بدلوه، كل واحد اتكلم، كل واحد خد له اسبوع، اللعيب والنادي، عشان الدنيا. واحنا كاتحاد كره من هذا، والقرار اللي هيطلع برضه من اللجنه وقت ما يطلع، احنا طبعا كان هيطلع بكره ولا بعده، احنا برضه ملتزمين بيه التزام كامل. لكن الحل ده بالنسبه لشؤون اللاعبين انتهى موجود، لكن لازم التظلمات تتحط اليه بجدول، وده اللي هنعمله ان شاء الله لما شاء الله. يعني في الفتره. طب قبل ما تقفل يا حاج محمود كده، ما رجعتش نفسك واستخرت ربنا وهتقول لي حكام مدرسه ايه مش اساميهم؟ مدرسه اوروبيه والله يا كابتن سيف، هتبقى شكلهم حلو وشيك ونضاف كده. ماشي يا حاج محمود، حبيبي يا حاج محمود. توفيق يا كابتن. شكرا يا حاج محمود، الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا الحاج محمود الشامي، عضو مجلس اداره اتحاد الكره، وانا احترم برضو الاعلان على موقع الاتحاد غدا ان شاء الله باذن الله. دي لقطات مباشره حالا دلوقتي من داخل نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك، فريق نادي الزمالك في محاضره مع المستشار مرتضى منصور. محاضره خاصه، محاضره نفسيه، يعني واضح ان هو بيتكلم معاهم. على فكرة يجيد الحتة دي واتفق معاه دايما مليون في المية فيها، مليون في المية اتفق مع مرتضى منصور في اللقطة دي وفي الحتة دي. بيعرف يشد اللعيبة ويحمسه ويعرف يتكلم، وهو هادي بيعمل كل حاجة في الجيم. الجزء اللي بعد الماتش بختلف معاه على طول على طول، تصريحات ما بعد اللقاء، اي لقاء خصوصا لو الزمالك خسران القصة بتبقى صعبة، وبختلف على طول في اي تصريحات. ولكن دلوقتي الحقيقة يعني الامور هاديه، نوع شكل تحفيزي للقاء. اللعيبه محتاجين، يعني انا مش شايف ان اللعيبه فنيا ناقصهم حاجه، انا شايف ان قبل لقاء النادي الاهلي ده لعيبه نادي الزمالك بالذات محتاجين جزء او جرعات فنيه، لان نادي الزمالك عنده مشكله نفسيه امام النادي الاهلي. مش انا اللي بقولها، قالها قبل كده احمد حسام ميدو، قالها المديرين الفنيين الموجودين، واتكلمنا فيها كتير جدا. فالنهارده اكيد هو بيسعى النهارده لكسر الحاجز ده، او النهارده ان اللعيبه دي تطلع من الحاله دي. ده اعتقد دودار اللي مديها ظهره، لا ده الشناوي اللي مديها ظهره، ده احمد الشناوي اللي مديها ظهره. وحمودي قاعد كلهم اهو، شايف كهربا، شايف دودار، شايف ابراهيم صلاح. حماده طلبه، محمد سالم، دودار. حد عرف من اي مصدر كده جنش ولا الشناوي؟ انا معاك انت دمرداش، خليني معاك انت في الامان، خليني معاك انت في الامان. يعني هي هناك، هي كلها توقعات الحقيقه. الفردتين احسن من بعض، يعني الشناوي جون منتخب مصر، جون كبير، جنش عامل شغل كويس. لو قعدنا اجتهدنا وفاتينا من هنا ل 35 سنه، ما اعتقدش ان احنا هنوصل لحاجه، لان هو في الاخر قرار فيريرا، وقرار الحقيقه صعب جدا. لو لاعب الشناوي حصل حاجه هيقول ظلم جنش، ولو لاعب جنش لا قدر الله حصل حاجه يقول كان لازم ينزل بالشناوي. فهو في النهايه قرار المدير الفني، وفي النهايه القرار ده بيحتاج توفيق من ربنا. طبعا انا نفسي يعني ميكروفون نسمع المستشار بيقول ايه، القصه ايه، بس واضح ان هو يعني مانعين في نادي الزمالك الدخول. احنا بنذيع دلوقتي اللقطه دي على الهواء مباشره. طيب ماشي. الأهلي بيقرر قيد ربيعة بدلا من جده قبل القمة. قرر الجهاز الفني قيد رامي ربيعة مدافع فريق جديد خلال الساعات المقبلة بدلا من محمد ناجي جده الذي ترحل عن الأحمر خلال ساعات. وعاد الأهلي رامي ربيعة بعد رحلة احتراف غير موفقة بنادي سبورتنج لشبونة مقابل 650 ألف دولار. رامي من اللعيبة التقال جدا، ولكن كان حظه وحش، كان عايز وقت وعايز فرصة. إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي بوابة ليه يرجع من جديد. هو فردة تقيلة ولعيب تقيل جدا، وإن شاء الله بإذن الله يكون عنده
فرصه كويسه. فيما ينتظر الاحمر رحيل شريف عبد الفضيل حتى يتم قيد احمد حجازي بدلا منه. في كلام ان جده طالع الامارات، عنده عقد اعاره في الامارات، وشريف عبد الفضيل اعتقد ان هو لسه بيفاضل، هناك اخبار ان هو ممكن يكون وجهته المقبله نادي الاسماعيلي. اسماعيلي يوسف انا الحقيقه شايف ان عليه دور كبير جدا، عليه حمل كبير جدا الفترة اللي فاتت، يعني هو حلقة الوصل ما بين مجلس إدارة نادي الزمالك وفريق الكرة، أيضا أحيانا يطلب منه التشفير والهدوء، يعني إن هو مش بينقل المعلومة، هو بينقل الحاجة اللي ينفع تروح عشان الأمور دايما تبقى هادية وتبقى بشكل قوي. حازم إمام أهو كابتن فريق نادي الزمالك، كابتن إسماعيل يوسف والمستشار مرتضى منصور. انتهت دلوقتي المحاضرة وخلاص بقى الجميع اعتقد بينتظر، والجميع مستني ان شاء الله باذن الله لقاء القمة، اهلي وزمالك. الله يكون في عون الاجهزة الفنية، الله يكون في عون اللاعبين، ايضا الله يكون في عون مجالس ادارات نادي الاهلي ونادي الزمالك. لربما يبقى معانا المستشار مرتضى منصور دلوقتي على الهواء، الزميل عمرو مختار انا شايفه هناك. عايز اقول لكم ان الزمالك بيخطر ام بي بتسديد صفقة كهرباء خلال 10 ايام. طيب نروح سريعا للزميل عمرو مختار والمستشار مرتضى منصور، اتفضل يا عمرو. تحياتي ليك كابتن سيف، تحياتي لكل مشاهدين تلفزيون الحياة والملاعب اليوم هنا من القلعة البيضاء من داخل النادي الزمالك. يسعدنا أن يكون معنا المستشار مرتضى منصور والكابتن حازم إمام، وبرضه هيبقى معنا كابتن إسماعيل يوسف. نبدأ بسيادة المستشار، بنرحب بيك حازم كابتن الفريق عشان يرجع عشان عندهم يكملوا تمرينه. كابتن حازم على هنسمع كلام المستشار خلاص ما ينفعش طبعا. كابتن حازم عندكم مباراه مهمه، مباراه النادي الاهلي، كيف ترى هذه المباراه خاصه ان الجمهور المصري ينتظر الكثير من هذه المباراه، ينتظر ليس نتيجه غالب ومغلوب، ينتظر روح رياضيه، عوده الحب داخل القلعتين الحمراء والبيضاء، وايضا عوده الروح اللي كانت في المنتخب، يعني روح المنتخب شفناها ولا اكثر من كده. اكيد طبعا الروح موجوده الحمد لله، نادي الزمالك طول عمره معروف عنه الروح الرياضيه، ما عملناش مشاكل خالص في الكام ماتش اللي احنا قابلنا فيهم النادي الاهلي الفترات اللي فاتت. يمكن احنا اكتر نادي في مصر بنحترمهم وبنقدرهم، ويمكن الكلام ده على طول بيبقى في حديث سياده المستشار مرتضى منصور ان هو بيحترمهم وبيقدرهم. هم كمان لازم طبعا، نادي الزمالك نادي كبير من اكبر انديه في افريقيا واكبر انديه في العالم العربي، ان شاء الله يبقى ماتش يليق بالفرقتين. احنا واصلين النهائي، ما فيش غير حاجه واحده قدامنا ان احنا نكسب بطوله باذن الله، عشان عندنا نخلص الماتش ده، عندنا بطوله افريقيا نبدا نركز فيها. فانا شايف بالصفقات اللي طبعا النادي تعاقد معاه بالكادر المستشار مرتضى منصور ان احنا ما ينفعش نفوت بطوله باذن الله ان شاء الله. حازم يعني كان معانا لقطات على الهواء مباشره من داخل التمرين، ابرز ما قاله المستشار مرتضى منصور ليكم. يمكن طبعا شدد على حضرتك اللي اتكلمت فيها الروح الرياضيه، ان يبقى المباراه يبقى فيها روح رياضيه وان ان شاء الله تطلع بصوره كويسه، واكيد طبعا حفز اللعيبه ان جمهور نادي الزمالك كله مستنيين ان احنا نتوج بالكاس باذن الله، وعشان يعني نفضل محافظين على المسيره اللي احنا ماشيين فيها ان احنا ابطال الدوري، ان شاء الله نبقى ابطال الكاس، والكاس يفضل في نادي الزمالك للسنه الثالثه على التوالي. فدي يمكن ابرز الحاجات اللي سياده المستشار حفزنا بيها. يعني ناويين انتوا اللعيبه على الاحتفاظ بالكاس مره اخرى لثاني سنه على التوالي لنادي الزمالك؟ اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني طبعا بندعي ربنا، طبعا اللعيبه كلها بتجتهد والله، وكلنا نفسنا يبقى الكاس يفضل في نادي الزمالك للسنه الثالثه على التوالي باذن الله، عشان زي ما بقول لك هتبقى دافع لينا قوي في بطوله افريقيا باذن الله. كابتن حازم امام كابتن نادي الزمالك، وكابتن نادي الزمالك دي حاجه كبيره، كابتن نادي الزمالك لما ترفع الكاس رفعت الدوري ثنائيه منذ 56 سنه لم يحدث ما يحدث او ما ننتظر ان يحدث داخل نادي الزمالك. اكيد ليك كلام مع اللاعبين، اكيد هيبقى في كلام بين في الاوض المغلقه، ابرز ما هتقوله للاعبين. بس يمكن المباريات ديت كل اللعيبه كلها بتبقى حاسه بنفس الاحساس اللي اي حد بيبقى حاسه من الجمهور ومن المجلس الاداره ومن الجهاز الفني، ان المباراه ما تقبلش الاسم على اثنين، يعني هي المباراه احنا نازلين باذن الله هدفنا هو كاس مصر. احنا طبعا ما بنحطش نفسنا تحت ضغوطات ان احنا هنحطم ارقام قياسيه او الحاجات دي بتتحطم لما احنا بنبقى مركزين في الملعب بس. انا شايف ان اللعيبه مش محتاجه كلام، كلهم متحفزين، يمكن هشوفهم في لو لقطات التدريب اللعيبه قد ايه مركزه ان احنا ان شاء الله يبقى كاس في نادي الزمالك.
فانا شايف ان اللعيبه يعني عندهم شحن بكميه كبيره جدا ان احنا ان شاء الله نفضل محتفظين بالكاس باذن الله. شكرا يا حازم وسيبك تكمل التمرين. كم سيف معنا السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالتاكيد كلمات مهمه اتقالت النهارده للاعيبه. بس احنا بدانا بحازم ليه؟ لان احنا في الملعب حازم هو ملك الملعب، ده هو اللعيبه، واخد بالك؟ انا في مكتبي رئيس النادي، لكن انا هنا ببقى حازم واسماعيل يوسف هيجي لك الكلام دلوقتي مدير الكوره، وكل واحد عارف اختصاصه. سيبك بقى من الكلام بقى يقول لك بيتدخل مش بيتدخل، ما انت خمس ازاي؟ سيبك من الكلام، بتدخل على فكره، وهتدخل على راي عم مطلب، وهتدخل على طول، يقول لك بحبك واحبك واحبك على طول. الولاد طبعا انا قعدت معاهم سريعا كده، زي ما شفت حوالي 7 دقايق. اي حد ليه مكافآت متاخره هيصرفها بكره ان شاء الله، مش عشان ماتش، عشان احنا الشركه راعيه بعتت الفلوس اللي عليها. قلت لهم قبل الفلوس انك انت بتلعب مع النادي الاهلي، نادي كبير، ربنا رايد انك تاخد الكاس باذن الله، لانك حصل لك عثرات مع ماتش الاتحاد، واللجنه الحكام وجيه والاخ عصام عايزين دون، واتحاد الكره مطنش برضه، حنفي يقول لك المعلم حنفي، واخد بالك يا سيف اللي هو النهارده بقرا العصام، يقول لك انا صعيدي وما بخافش. احنا في خناقه مع عصام؟ هو انت في خناقه صعيدي ولا بحراوي؟ من يا عم صعيده دول فوق دماغنا، بس بلاش كل شويه تقول انا صعيدي. انت قاعد في مصر هنا طول عمرك، وانا اسم القوات المسلحه، واخد بالك؟ وانتماء القوات المسلحه بقى عندك حكم ظلم ظلم ظلم، وانت عارف الموضوع. يعني انا في استفدت ايه؟ انا والاهلي، خلي بالك، كان بصفه عامه. يعني الاهلي لما مثلا ليه بلانتي وتلغي، او ليه، خلينا بلاش نتكلم عن الزمالك، او ليه جون وتلغي، او يجي فيه جون تسلل مثلا، ما هو برضه بتظلم. ولا انت عايز تيجي على انديه كبيره، واخد بالك، وتفرد عضلاتك عليها عشان يقول لك ايه ظلمه حتى يشتهر بالعدل؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. والحكم لما يغلط يتحاسب، بالتالي بيقول القاضي لما بيغلط بيتحاسب، القاضي اللي قاعد على المنصه، اللي اول ما يخش يقول محكمه كلنا بنقف احتراما، واللي معاه سجاره بيطفيها، واللي معاه موبايل بيقفيه، واخد بالك؟ لما بيغلط في استئناف وفي نقط، ولما بيغلط اخطاء مقصوده في تاديب وصلاحيه. انما انت ايه متفرعن بالحكام بتوعك ليه؟ حكمك غلط عاقبه، ولازم تطلع تقول الحكم ده غلط وانا بعاقبه. والقضاء بيعمل كده، هو القاضي بتاع الاستئناف اللي بيلغي حكم اول درجه دون، ده معناه انه هانه لما بيلغي حكمه؟ لا، بالعكس. طب محكمه النقد لما بتلغي حكم قاضي استئناف او محكمه جنايات، ويمكن القاضي بتاع النقد اصغر سنا من القاضي بتاع محكمه الجنايات، ده معناه ان هو اهان القاضي بتاع محكمه الجنايات، واحد ياخد اعدام والمحكمه النقد تدي له براءه، او كان واخد براءه والنقد تدي له اعدام مثلا. يعني ما فيهاش اهانه. ليه الحساسيه اللي احنا واخدينها دي؟ حكم غلط لازم يتعاقب، ولازم تطلع تقول. وبعدين ما ينفعش رئيس حد، رئيس لجنه بتاع الحكام يبعده اتحاد كوره، خد بالك؟ يعني شوف لجنه المسابقات، لجنه المسابقات ما بياخدوش، لجنه شؤون اللاعبين، لا مسابقات اسف، عشان الراجل اللي فيه عامر حسين، الناس ما خدوش فلوسهم لغايه دلوقتي. ليه؟ عشان عامر مش عنده اتحاد كوره. لكن اللجان اللي رئيسها هو رئيس اتحاد، العضو في اتحاد الكوره، هم اللي بيبقوا ده ظلم، واخد بالك؟ فالمهم انا سيف، انا يعني اختصار قلت للولاد لعبوا ماتش نظيف. انا عارف اتحاد الكوره جايب طاقم حكام على اعلى مستوى، وده شيء يشكر له، تمام؟ ما فيش جمهور، لكن اللي هيخشوا لازم على مستوى الماتش هنا وهنا. قلت الحاج محمود الشام يعمل دعوات مختومه 50 و50، ورئيس النادي هنا ورئيس النادي يختم عليها برضه، ويمضي وده يمضي ويمضي، عشان يبقى 50 عشان نساعد الامن، واخد بالك؟ انا سعيد جدا اللي حصل مع الالتراس الاهلي النهارده، انه منع من دخول النادي، شغل البلطجه انتهى خلاص، ما فيش بلطجه. انا كلموني في التليفون، استاذ مرتضى ما فيش جمهور يحضر، حاضر شكرا، انا راجل دوله حاضر، مش حاضر عشان خايف منهم، مش حاضر عشان، بالعكس انا اكتر واحد بنتقد الدوله، واخر واحد احمد زكي باد لسه منتقد امبارح وزير التنميه المحليه، وهدانا ننتقده، ما عنديش مشكله، لكن انا راجل دوله، لما الامن والدوله تحس ان في جمهور هيخش، مش جمهور، لا اسف، عيال بلطجيه هيخشوا يعملوا شغب قبل المباراه، لا ما دخلهمش، ودول اللي هيدول لا الوايت نايز جمهور ولا الالتراس جمهور، دول مجموعه بلطجيه هنا وهنا، ولازم نتصدى لهم ونقف زي ما الدوله واقفه دلوقتي، عايزين رؤساء الانديه يقفوا. واحنا الحمد لله، يمكن سيف عارف ان احنا عملنا استمارات خلاص، اتوزعت على الانديه، مفيش مخلوق هيخش ماتش الا اذا كان عضو جمعيه عموميه. وبعدين بنطلع دلوقتي بنطبع كارنيهات للجمهور،
بالكارنيه دول مع كارنيه النادي مع التذكره لو فيه بفلوس او مع دعوه لو مجانا يخش بيها الماتش. بالنسبه للماتش بتاع يوم الاثنين دول ولاد رجاله كلهم على اعلى مستوى، كلهم عارفين قيمه الزمالك، قيمه النادي اللي بيلعبوه اللي هو النادي الاهلي. التريقه اللي على المواقع بقى وسموحه كويس سموحه تلعب عشان نغلبكم، ربنا ما بيحبش الافتراء. وبعدين انا بطمن جمهور الزمالك مفيش جامايكا ان شاء الله، راجل لراجل باذن الله، باذن الله ان شاء الله والماتش يطلع. والله الزمالك كسب، ده نادي كبير والكاس عنده ويحتفظ بيه. الزمالك كسب والله ده نادي كبير واخد درع الدوري البطوله الكبيره. لا قدر الله ولا اتمنى طبعا فريق يكسب. لا الاهلي كسب ده نادي كبير ما عنديش مشكله، هو النادي الاهلي ده انا صغير واخد بالك نادي كبير وانا ضمنت العب السوبر طبيعي كده او كده. فكام ده هتقلل الولاد؟ قلت لهم 90 دقيقه رجاله من غير عنف. حتى لو في لاعب في النادي الاهلي زي حسين سيد ما هو ضرب قبل كده وتف على المدرب بتاع الماتش اللي فات ده، بس هم طنشوا الاعلام الاحمر للاسف طنش ده تف وقعد يقول بغبغه تمام. حتى لو حصل ده من لاعب وعمل دون اوعى تبادله عنف بعنف، اوعى تبادله عنف بعنف. انا عايز الماتش العالم كله بيتفرج على الديربي بتاع الوطن العربي كله ويمكن في افريقيا الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، عايزه يتفرج على يستمتع ب 22 لاعب في الملعب وستة لاعبين لو في تغيير ويستمتع بمدربين بيكاتشنو. هنقطعك في كلام، انا بلغت الان ان الالترس الاهلاوي سمحوا لهم بالدخول الى النادي الاهلي. خلاص يبقى ده انا داعي اتحمل مسؤوليتهم، وبالطريقه دي صدقني مفيش جمهور هيخش. ويا جمهور مصر طول ما في محمود طاهر انا ببشرك وبصفتي ماليش دعوه بالزمالك رئيس لجنه الانديه ببشر حضرتك انهم خايفين منهم، ولما بيكونوا خايفين منهم هم ليهم حق الولاد يخشوا بقى يكسروا ويضربوا ويشتموا الجيش ويشتموا الشرطه ويشتموا اتحاد الكوره. وبرافو عليك يا محمود يا طاهر، انت كده رئيس نادي دكر جدع. طب يا سياده المستشار خلينا نرجع ايضا الى المباراه وهنرجع برضو الى دخول الالتراس او ما شابه. اين الدوله؟ اين الدوله اللي بتمنع وبتدخل يعني المفروض هل هناك بقى البعض بيقول تدخل حكومي لحل المجالس؟ الدوله دوله اللي انت بتتكلم على الدوله دلوقتي ان هي تمنع الالتراس ويخش، فين الدولة؟ الدولة تقريبا في برج العرب. لما احنا رحنا مش الزمالك لما راح برج العرب ما كانش موجود، هي الدولة كلها في برج العرب. يا بيه الدولة دي دولة، هو الناس انتخبت السيسي ليه؟ لأنه عشان أنقذ الدولة. هي الدولة دي مش كانت رايحة في داهية؟ هي الدولة دي مش كان حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي اللي فيها سيف دلوقتي وغيره، ها؟ وكانوا بيمنعوا المذيعين يخشوا. مش الدولة دي اللي كانت وصلت لمرحلة انهم حاصروا محكمة الدستورية العليا اعلى محكمة في مصر بعد محكمة النقض ومنعوا المستشارين يخشوا حتى من على الاسوار؟ مش دي كانت الدولة الضعيفة؟ لما زي السيسي الناس نزلت وراه ليه في 3/7 و26 يوليو عشان حسوا انه في راجل قائد هيرجع حيبة الدولة. من فضلك يا سيادة الرئيس والله العظيم بنحبك جدا ونحترمك جدا، بس احنا مش مبسوطين الاسبوعين اللي فاتوا. طيب رساله توجهها للجمهورين الاهلي والزمالك للعوده مره اخرى الى الحب في الرياضه المصريه. جمهور الاهلي فوق دماغي، جمهور الزمالك، الاسماعيلي، المحله، المنصور، اسكندريه، المصري، كل جماهير مش عايز انسى حد فوق دماغنا جمهور. انما بلطجي بالجزمه بالقديمه ما حدش هيبلطج. انا عن نفسي انا ضرب عليا نار وميه نار واقتحموا نادي ضربوا رصاص حي تمام، خفت كملت ومكمل. اللي من الولاد دول عايز يبقى جمهور عادي ومحترم فوق دماغنا يا سلام اتفضل. عايز يقول انا الوقت نايس اللي اشتم الجيش والشرطه ويسكت يسكت حكم العسكر ويا ظابط يا ابو دبوره وثانويه عامه قله ادب ديا، اقول له لا حبيبي مش هتخش بصفه رئيس لجنه الانديه. واحنا كل الانديه خلاص في ميعاد الاهلي، لان الاهلي دلوقتي يبقى خارج المنظومه مش عايز حد يحضر معانا. كارنيهات بتطلع زي ما قلت لك، هنبدا باعضاء الجمعيه العموميه 5000 واحد مثلا من عندي، 5000 واحد من اعضاء الجمعيه العموميه. انا اقدر احاسب عضو جمعيه، اولا عضو جمعيه محترم اقدر احاسبه لما بيغلط بيتحاسب في لائحه عندي شاطب ووقف وانذار تمام. هتقول لي بقى خش الالتراس المرحله اللي بعد كده الجماهير العاديه، في جمهور في الاهلي محترم جدا عادي خلاص اداره الاهلي عارفاه، وانا عندي جمهور محترم جدا عادي زي الخواجه والولاد دول، هنبتدي ندخل 500 من هنا و500 من هنا. انما التراس مش هيخش مدرجات تاني لانه نجس المدرجات وسخ المدرجات وانا معاهم. يعني انا مكمل، تضرب رصاص تضرب قنابل تيجي عند بيتي تضرب لك 10 12 طلقه، كل الكلام ده يا ابني ما بيأثرش على راجل قلبه قلب اسد. يعني
حضرتك ذكرت لجنة الأندية وذكرت الحاج عامر حسين، بعض قال ان انت معترض على وجود الحاج عامر حسين. لم يحدث كلام، لا لا لا، انا معترض على الاسلوب. انا كلامي واضح، طبقا لائحة اتحاد الكورة لجنة الأندية هي اللي بتعين رئيس المسابقات وأعضاء اللجنة، وهي اللي بتدير المسابقة. دي الحاجة الوحيدة، الحتة الوحيدة. أي حد يقول لك توصية أقول له أنا بقول لك ده عبيط، أي حد يطلع يقول لك دي توصيات عبيط، وأنا طالع داخل عشان لما أخذ جمال علام أدي له توصية أقول له همشيها ولا مش همشيها يا راجل، لا عيب. لكن دي لجنة ليها وضع خاص، زي لجنة التظلمات ليها وضع خاص، تمام؟ لما اتحاد الكورة بيغلط بيروح لمين؟ لجنة التظلمات. هيقول لك ما دي لجنة تبعنا، لا لجنة ولا وضع خاص. فانا كلام يا عمرو، ايوه حق اصيل لجنة الاندية، المعلومة دي مظبوطة، ده حق اصيل لجنة الاندية. وحضرتك عايز تعمل كده، الراجل على فكرة لما جه اجتمع راجل منتهى الادب والاحترام وعرض علينا وافقنا. كابتن سيب بيقول لك ده حق اصيل للجنة الاندية واختيار لجنة المسابقات. هو دايما سيف يقول لك ده كلام محترم، انا بقول له انت محترم وكلامك محترم يا سيف، كلمه لازمه عندك دايما تقول لك ايه، والله ده كلام محترم، والله انت كلامك محترم وانت راجل محترم يا سيف، وانا بصراحه مستخسرك في البلد دي. انت تروح يا عم السويد، تروح سويسرا تقعد هناك بالشياكه دي بتاعتك دي. انا بشكركم والكابتن اسماعيل هيجي لك دلوقتي. انا بشكرك. شكرا كابتن سيف، ده كان لقائنا مع سيادة المستشار مرتضى منصور، يعني دقائق وينضم لينا بإذن الله. طيب الكابتن إسماعيل يوسف. كابتن هتابع معاك عمرو الحقيقة لقاء أكتر من رائع مع المتألق عمرو مختار من داخل نادي الزمالك، مع المستشار مرتضى منصور وحازم إمام كابتن نادي الزمالك. دقائق إن شاء الله بإذن الله برضو لربما يكون معنا الكابتن إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك. نطلع سريعا فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الأستاذ جمال العاصي الصحفي الكبير طبعا، والأستاذ إسلام صادق الصحفي والإعلامي الكبير مع ضيوفنا، ولكن بعد الفاصل. الباقي تاني والرافعة في النص وحلوة وفايتة. عبد العزيز عبد الشافي بدماغه بعد 20 دقيقة وحيد كامل بيوز يشرف الحكم. طعم مصري جول يصلحها مصطفى عبدو. حلوة خطير.
الارض. حمدي جمعه جاي جاي من جانب جداي حمدي جمعه وفوتها ناصر ابراهيم بيمشي ناصر ماهر همام جول جول احمد حليم بيشوط قنبله على يمين ثابت البطل بيطلع بيصحى ترجع لماهر همام ولوحده جول برافو يا ثابت طفى يونس طاهر الشيخ محمد عباس خالد قضى الله لمصطفى عبد المأمور برافو من عرض هو الجون اول لحظة اول كورة تتنقل من الزمالك وترجع على رأسي جون اول جون للزمالك بعد مضي نص دقيقة خمس تقلات طفى عبده توصل هو الجون محمد عامر بيجيب الجون التعادل بتلعب لزكريا وصف رجل من جنبه هو الجون محمد حلمي يفكر يشوط من بعيد جنبه خش جول جول الجزاء للزمالك للاهلي خطيب على يمين المأمور 31 دقيقة لأيمن يونس بالشوطة خش جول جول خش جول جول الجول الأول للزمالك أيمن يونس بيشوط الكرة من بعيد تنط على الأرض وتقطع إكرامه وخش الجول الجول الأول للزمالك هنشوف الكرة دي مرة ثانية هنشوف الكرة دي مرة ثانية أدي أيمن يونس من بعيد من حوالي 25 يارد بالشوطة تنط وتخش جوه الجول وتصبح النتيجة هدف للزمالك الكوارسي اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم مع ضيوف نجوم النهارده نقاد الرياضيين الكبار طبعا استاذ جمال العاصي مشرفنا فنان الله يخليك يا كابتن سيف الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين استاذ جمال استاذ اسلام صادق مشرفنا ومنورنا لاول مره معايا على شاشه الحياه ومستلفينك من النهارده بشكرك وشرف ليا ان اكون معاك وطبعا شرف ليا ان اكون كمان موجود مع الاستاذ جمال العاصي ده شرف لي انا مبسوط جدا ان انا مسلم ربنا يخليك بقى دلوقتي صحفي واعلامي لا انا يعني احنا كنا ناقصين على دكه واحده على طاوله واحده ونتناقش في بكل واحد انا سعيد جدا النهارده ان انا معاك ومع اسلام اول مره كنت معاك ومع اسلام على الهوا كده حضرتك انا دايما نضيف مع اسلام انا هكون ضيف النهارده انا هسيبكم معظم الوقت لبعض يعني يا عم كلنا عايزين نفيد او نور ربنا يعيننا ويسهل لنا ان احنا نقول معلومة جديدة نفيد الناس بيها نقدم حاجة للجمهور او المتلقي اللي هو طول الوقت قاعد قدام الشاشة عايز يسمع معلومة عايز يسمع رأي عايز يسمع نصح عايز يسمع لغة محترمة عايز يسمع حاجة كويسة ربنا يعيننا ونقدر نقدم ده وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز رأي حضرتك لا ده سؤال مباغت ده على طول احنا حضرتك هو في وقت هو كان في فترة قبل كده كان فيها المهندس خالد وزير النهاردة أنا شايف إن هو في حكومة تانية وزير أو حكومة تالتة على أمنيتي كل الفترة اللي فاتت لازم يبدأ يقدم مشروع جديد يعني أنا شايف إن المهندس خالد عبد العزيز بيجتهد إنما بيجتهد من على الوش إنما ما قدمش حاجة فيها عمق تليق أو تناسب الدولة المصرية أو الجمهورية التالتة في مصر يعني إيه أنا أمنيتي إن هو يهتم بالمشروعات الكبرى
امنيتي انه يعيد صياغه ان هو يعني الخطاب الاعلامي او الخطاب الاعلامي الرياضي لازم يبقى هو له دخل فيه، زي ما بنقول تجديد الخطاب الديني في مصر بقى ضروره، بقى تجديد الخطاب الاعلامي بشكل عام وبشكل خاص في الرياضه بقى مطلوب جدا. هرجع لحضرتك تاني في الملف ده لان عندي فاصل اعلان فلازم اروح لاسلام دقيقه. لا الاعلان انت طبعا. طيب اسلام رايك في دقيقه بنروح فاصل الاذان. لا هو خلينا يعني مش يعني هتحتاج اكتر من دقيقه، ولكن هو استمرار خالد عبد العزيز كان مهم للاستقرار الاوضاع، مش لسه هتجرب تاني. هو عارف المشاكل اللي في الرياضه خلال الفتره اللي فاتت، ثالث مره زي ما حضرتك قلت دلوقتي هو موجود كوزير للشباب والرياضه، هو بيمتلك الحنكه السياسيه وعنده الدهاء في التعامل احيانا مع سواء الاعلام والمشاكل اللي بتواجهها. طب انت مختلف ولا متفق مع جمال في تدخله في الاعلام الرياضي؟ لا لازم، بص هو اصلا مش معنى التدخل ان هيقول لك ايه وما يقولكش ايه. مش الاعلام يا استاذ، الخطاب. سوري يا كابتن. الخطاب الاعلامي، الخطاب اللي هو بتاع الانديه، خطاب الانديه النهارده هو الخطاب المهيج للجماهير، الجماهير بريئه. طب فاصل اذان، فاصل اذان، انما اللي عامل الشغب كله فاصل اذان، فاصل اذان ونرجع تاني مع ضيوفنا. نرجع لكم بقى وملفات سريعة جدا وملفات كتير جدا، وهو الإعلام الرياضي الوزير يتدخل فيه ازاي؟ لا بص هو يمكن أستاذ جمال كان بيتكلم في فكرة الخطاب الإعلامي اللي هو مش الأزمة. أصلا احنا عندنا الإعلام عامل زي الحكام، شماعة، وقت ما يبقى فيه مشكلة بنصدر الإعلام والصحفيين أو الصحافة الرياضية إن هم سبب الأزمة وسبب المشكلة، رغم إن المشكلة بتبقى أساسا في المسؤولين، سواء مسؤولين في اتحاد الكورة سواء ما لا مؤاخذة. لا 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 براحتك. أنت صاحب بيت. درجة دي شد ردود كده. أو مسؤولين في الأهلي، مسؤولين في الزمالك، يجوا بتحصل أزمات ومشاكل. طب مهمة الإعلام إن بيكشفها، مهمة الإعلام طالما إن الإعلام كمان مش مغرض ومش صاحب أهداف خاصة وهدفه إن يطلع الناس بالأخبار أو بالكواليس اللي بتحدث بصفة عامة، وإن يكون في شفافية وموضوعية، ما يكونش الإعلام تابع، ما يكونش الإعلام ماشي حسب هوى رئيس نادي معين أو يتعرض لضغوط معينة أو في مصالح خاصة أو حسابات معينة بيصفيها. كل دوت محتاج معالجة خلال الفترة اللي جاية. أنا أصدر أستاذ أول حاجة بعد إذنك إسلام، أنا بقصد الإعلام هنا الخطاب الإعلامي للمسؤولين في الأندية الرياضية والاتحادات اللي هي بتعمل حالة يعني احتقان بين الجماهير. لا زي ازاي ده، انا رايي ان اول مسؤوليه وزير الشباب انه يعمل جلسات سريعه ان لازم عندنا خطاب يهدي روع جماهير. انا مش عندي اعتقاد، انا وزير بقى وانا مش هيقعدوا. لا يقعدوا كل اي حد يسعى لمصلحه وخير تحصل، مش هيقعدوا. لو انت عندك مشروع اصل انت لازم تقعد، اصل انا ما عندناش حيل ثانيه في مصر غير ان لازم نحل الاعتقاد مش بين الجماهير. على فكره الجماهير مقدمه نموذج طيب، اللعيبه قدمت في المنتخب نموذج طيب. احنا بس عشان نوصل اول مره تبقى الاجنده معكوسه. المستشار مرتضى منصور هيقعد مع المهندس محمود طاهر. انا رايي ان الجمهور قدم نموذج، الاهلي والزمالك ده الالتراس داخل النادي الاهلي وجمهور واللعيبه. طب ما هي انا دخلناها المدرجات المفروض للجماهير. احنا ليه بقينا نتخض لما نشوف الجمهور دخل نتخض عشان الامن بعد؟ لا استاذ، هو الجمهور ده لما يخش هو فيه حد بيدي جين او هرمون سعاده لكره القدم غير الجماهير؟ انا مع حضرتك بس حضرتك برضه في دوله عندنا حاله حساسيه مرضيه جدا دلوقتي في الجمهور، مع ان المفروض انا وانت واتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه ورؤساء الانديه كلنا نقعد كده مع بعض ازاي نعيد الجماهير للمدرجات. ده المفروض المشروع بتاعنا طبعا. وده المشروع اللي المفروض كلنا نشتغل فيه مع المهندس خالد عبد العزيز كوزير، انا اعتبره وزير قادم جديد، يبقى على اول اجندته كيف نعيد دي عايزه. استاذ جمال انا عايز اجابه صريحه من حضرتك، محمود طاهر ومرتضى منصور هيقعدوا مع بعض؟
انا وانت هنقول انا عايز راي حضرتك. اي حد بيقعد معايا. لا انا بتكلم على انا بتكلم على الاثنين دول. انا بقول سهلة. سهل. عارف سهله ليه؟ تمام. لان في دوله وانت كل واحد بيقعد تحت سقف الدوله. تمام. اولا النهارده اولا لا في منهم مثلا نسب ولا بينهم ورث ده بينهم تصريحات حصلت بشكل مسيء لاحد الاطراف. عادي جدا لو انت ما تطلع تقول ان انا اخطات بواحد 2 3 4 ويجي الوزير المسؤول يقول اكبار حصل. هي مشكله نقابه الصحفيين مع الزمالك خلصت ازاي؟ ما خلصت برضه في مبنى وزاره الشباب والرياضه على فكره يعني. تمام. مفاوضات تمت مفاوضات وربط ومفاوضات وربط في الاخر وصلنا لصيغه. اي مفاوضات في اولها بتبقى صعبه. طول ما انت مفاوض مصر وعنده نيه الاصلاح بيحصل اصلاح. ده مش كلام مجاني. احنا مش طول الوقت هنقدر نتفرج على مشهد عبثي يعني. مش هنقدر طول الوقت نتفرج على مشهد عبثي وخناق وهيصه وبتاع. في جمهور وفي دوله وفي قيم انت بترسخها كرياضه يعني. راي حضرتك اتحاد الكوره مسؤول والوزاره مسؤول وانا وانت مسؤولين يعني. راي حضرتك الموضوع بسيط جدا. تمام. اسهل حاجه محمود طاهر مرتضى منصور ممكن يقعدوا مع بعض. انت مش مقتنع؟ ها مش مقتنع؟ لا مش مقتنع. طيب يعني في جزئيه انا بتفق فيها مع الاستاذ جمال العاصي اللي هي فكره انت موجود في دوله ماشي والاثنين مش في خناقه شخصيه وده رئيس نادي الزمالك وده رئيس نادي الاهلي. الحاجه الوحيده ان هم يعني يكون من حقهم ان هم ما يقعدوش مع بعض ان كل واحد بيدافع عن مصلحه خاصه بتاعته. لكن انك انت رئيس مؤسسه بحجم نادي الزمالك او رئيس مؤسسه بحجم النادي الاهلي فانت في النهايه القرار برضو مش بتاعك بس يعني. القرار مش لوحدك انت وبس لكن في النهايه انت بترجع للدوله. واعتقد ان في فتره من الفترات كان بيحصل خلافات ما بين الاهلي والزمالك. ترجع للدوله وترجع لجمهورك؟ لا بترجع للدوله مش الجمهور. لما الجمهور يعني يتحكم فيا اي مسؤول في الدنيا ما ينفعش يكون مسؤول. لما الجمهور يكون لما يكون المسؤول بيرجع للجمهور ويبقى خايف من الجمهور ما ينفعش يكون مسؤول. العلاقه ما بين المسؤول والجمهور علاقه ما فيش نزاع ما بينهم. وفي نفس الوقت يعني انت ما ينفعش النهارده ان جمهور نادي الزمالك يبقى على خلاف مع مجلس اداره نادي الزمالك. نفس الامر ما ينفعش جمهور النادي الاهلي يبقى على خلاف مع مجلس اداره النادي الاهلي. لان في النهايه مهمه الجمهور انك انت دافع دايما معنوي لسواء مجلس الاداره او الجهاز الفني او اللاعبين. نفس الامر بالنسبه لنادي الزمالك. ما ينفعش ان يكون في. وانا قعدت على فكره مع جمهور الوايت نايتس في تونس بعد الازمه طبعا الشهيره والهجوم على رئيس نادي الزمالك. واكدت لهم وقتها ان هم يعني بيخلوا شكلهم وحش لما بيطلعوا بيهاجموا واتكلمت معاه. لكن في نفس الوقت على طول خط برضه هم بيتكلموا في جزئيه ان مش على طول احنا متهمين لان احنا جايين من مصر لتونس علشان كنا نؤازر الفريق. لكن في نفس الوقت برضه كان الرد بتاعي انت جاي تؤازر الفريق مش جاي تشتم في رئيس نادي الزمالك. نفس الامر برضه وقت ما كان بعض من جمهور النادي الاهلي كان ضد مجلس اداره النادي الاهلي ففي البدايه وكانوا رافضين يدخلوا. طب انت رافض ليه؟ يعني هل المجلس الحالي كان اثر مع الفريق فتره من الفترات؟ مسألة برضو يعني فكرة الصفقات وفكرة ان انت لما بتيجي بتتكلم على الصفقات والمقارنة ما بين الاهلي والزمالك وجهة نظري ان الصفقة دي بتبقى عاملة زي البطيخة يا اما بتيجي بتستفيد منها يا اما ما بتستفيدش منها. ولكن بتبقى راجع طبعا في النهاية لرؤية الجهاز الفني واختياراته. لكن ما بيكونش تحميل مجلس الإدارة في كل خطأ بيتم مثلا بيتم بيخفق في الفريق الأول. أو النهاردة مثلا لو نادي الزمالك خسر بطولة كاس مصر هل أنا أقدر النهاردة أحمل مجلس الإدارة المسؤولية بعد ما قدر أنه ياخد الدوري؟ في النهاية هو بيدخل بطولة ويا إما بيكسبها يا إما بيخسرها. المطلوب منه أنه هو بيوصل للنهائي. نفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي وهو في مرحله يعني اعاده مره تانية للعوده للبطولات. هل لو خسر بطوله كاس مصر
هيتم تحميل المسؤولية كاملة لفتح مبروك أو لمجلس الإدارة. ليه أنا بقول لك فتح مبروك؟ لأن بدأ في كلام داخل النادي الأهلي يقول لك طب ما نستنى رغم التجديد ليه، ما نستنى كاس مصر ونستنى الكونفدرالية. هسألك بقى الملف ده بس ناخد كابتن عصام عبد الفتاح الأول رئيس لجنة الحكام. كابتن عصام مساء الخير. مساء الخير يا سيف، وبرحب بضيوفك الكرام الأستاذ جمال العاصي والأستاذ إسلام الشاطر إسلام صادق وكل السادة المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين بملف العيد إن شاء الله. أنت طيب يا كابتن عصام. كل سنة طيب. كل سنة حضرتك طيب. الحكام منين؟ إن شاء الله هيدير اللقاء بإذن الله الحكم السويدي جوناس إريكسون، وده من حكام الكبار في أوروبا وتاريخه حافل الحقيقة التحكيمي. أدار كأس العالم 2014، أدار 3 مباريات، غانا وأمريكا والبرازيل والكاميرون والأرجنتين وسويسرا، وكان حكم رابع في المباراة قبل النهائية. معلش يا كابتن عصام، معلش اسم الحكم تاني. جوناس إريكسون. جوناس إريكسون السويدي. إريكسون السويدي. ومعاونيه مين؟ يعني معاونين الحقيقه يعني هنقول لك عليهم بعدين يا سيف، خلينا في الحكم لان هو الاهم طبعا. وعلى فكره الحكم ده رغم مشاركته في كاس العالم ادار 3 مباريات منهم الارجنتين وسويسرا في دور 16 زي ما قلت لك، وهو اللي تم الاعلان على ان هو الحكم النهائي المباراه النهائيه لكاس العالم، ولكن التعيين تم تسريبه، فده اغضب بلطر، فراح بلطر طلب بتغييره وتم تغييره بالحكم الايطالي طبعا روزوري اللي هو حكم النهائي، ودي حقيقه واقعة حصلت فعلا. وحكم كمان كاس العالم للشباب في تركيا، وادار مباراه تشيلي ومصر اللي خسرنا فيها 2-1، وحكم اسبانيا وفرنسا، وحكم قبل النهائي في هذه البطوله كاس العالم في تركيا. سي في قوي محترم يعني. طبعا، وحكم في بطولات اوروبا وحكم السوبر الاوروبي وحكم مباريات كبيره جدا الحقيقه، وهو من الحكام الكبار جدا في اوروبا الحقيقه وعلى مستوى العالم الحقيقه. رأي حضرتك في لقاء الزمالك وسموحة وأداء الحنفي؟ بص، احنا نختلف نتفق في الأداء التحكيمي يا سيف، وأنا نفسي طلعت وقلت إن كان هناك في ركلة جزاء لنادي الزمالك لم تحتسب، وفي ركلة جزاء لنادي سموحة لم تحتسب، وفي كارت أحمر بدل الإنذار لمانجا لاعب سموحة كان لازم ياخد كارت أحمر بدل إنذار. لكن لو نرجع بالأمس القريب في مباراة روما وبرشلونة، هدف برشلونة كان خطأ على ميسي، وفي نفس الهدف كان تسلل كمان من سواريز، وكان في ركلتين جزاء لم يحتسبوا. الاخطاء تفضل موجوده على مستوى العالم طبعا، لكن طبعا. نادي الزمالك كسب بمين الدوري؟ بحكام مصريين. كسب بعرق وجهده، بس بحكام مصريين. هل الحكام المصريين كانوا مرتشين؟ هل الحكام المصريين سمعتهم كانت وحشه؟ فكان الكل بيشيد بيه، واولهم المستشار مرتضى منصور كان بيشيد دايما بالحكم المصري. ايه اللي حصل؟ بص يا سيف، انا الموضوع ده حلفت ان انا ما اتكلم فيه تاني، ولا حق الحكام هياخدوه. من اهان الحكام يجب ان يعاقب ايا كان مين. ولو اتحاد الكوره اللي انا اعرف تماما ان الاتحاد محترم هيجيب حق الحكام، لان الناس بتشكك في الاتحاد الكوره يقدر يجيب حق الحكام اللي تم اهانتهم بشكل فظيع في زمامهم الحقيقه. انا قلت لهم لا، اتحاد الكوره اتحاد محترم، وهنوصل لاخر المدى ان احنا نحصل على حق الحكام بالادب وبالاخلاق وبالاحترام، مش بالبلطجه وبالصوت العالي. ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن يا كابتن عصام، بتمنى لك كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا. فعلا محمد حنفي ادار الماتش صعب جدا، واداره بقدره حتى لو في بعض الاخطاء، بس احنا بقينا ننفخ في الزبادي. فهنا عندنا حاله اللعيب او المهاجم ده 4 تجوان سهلين، وخطا الحكم اللي هو بياخده في لحظه، وبنقعد في التلفزيونات نقعد 15 مره نعيد اللعبه عشان نكتشف الخطا. انما احنا بقينا ننفخ في الزبادي قوي، بقينا عندنا يعني نظريه المؤامره بقت مسيطره علينا كل ده. يعني لا اكسب لا اما الاخر متآمر، لا اكسب لا اما الحكم، لا اكسب لا اما الساحر كسب الفريق الاخر. احنا عندنا هوس في التآمر لازم نخلصه بسرعه، ومش هيخلص غير بالحوار والمناقشه الجاده، ونبدا نعمل خطاب بيننا وبين بعض، خطاب يليق باسم سمعة الكرة المصرية واسم سمعة الكرة. عندي 3 ملفات بس عايز فيهم ردود بسرعة لأن وقتي بيجري. أول ملف هو ملف اتحاد الكرة، حديث المدينة، فضل 10 أشهر على الانتخابات، جمال علام يكمل، أنا مريد رئيس اتحاد، سمير زاهر ينزل. كل الكلام اللي بيتقال ده ملوش أي ظل من صحة، وأنا قلت لهم الكلام ده كلهم، قلت لهم ما زالت مصر تتعافى من حالة المرض الذي تعيشه، وكل حد بيتكلم على الانتخابات دلوقتي
مصر قدامها طرح تاني خالص. مصر بتبني مؤسساتها وربما معظم الأسماء المطروحة بيكونش ليها نايب ولا نصيب. يعني معظم الأسماء اللي انت بتقول عليها قد تكون ملهاش نايب ولا نصيب في الفترة الجاية. مصر لسه بتطرح، مصر لسه بتتعافى، مصر لسه بتشكل مؤسساتها، مصر عايزة تعمل برلمان، وهي لو قدرت تبقى شاطرة في وسط الظروف دي مصر قدامها حاجات كتير قوي هتعملها. ربما يكون الطرح القادم في اتحاد الكرة أسماء أخرى ورموز أخرى، ولكل اللي بيتخانقوا بدري دول بضاع وقت وبيهلكوا صحتهم، لأن في اتحاد الكرة بالفعل قاعد على الأرض ومفيش اتفاقات بتتم دلوقتي. كل الاتفاقات دي كلها مجانية، لأن مزاج الأندية بيختلف من يوم وليلة، ومزاج الأندية بيختلف طبقا لمصلحة أنديتها الخاصة. فكل الوهم اللي شغال ده أنا شايف إن ده وهم، وده يعني بدري قوي 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 اللي بيربطه، لأنك أنت ما بتربطش مع شعب، ده أنت بتربط مع جمعية عمومية محدودة ومعروفة، وكل واحد مرشح معروف هو مين بالظبط. فكل ده تضيع وقت، وأنا شايف إن قد يكون هناك أسماء أخرى تطرح على الساحة. رأيك؟ لا، هو مبدأ إن جمال علام مش موجود في الصورة في الترشيحات، لأن حسب كلامه في التصريحات إنه إن لو هاني بوريدا نزل أنا مش هنزل. أنا مش عارف، هو تصريح يعني كان غريب وقتها. وبالتالي في حالة نزول هاني بوريدا جمال علام مش موجود في الصورة. مسألة تهاني أبو ريدا وسمير زاهر ده للجمعية العمومية، يعني أنا ما أقدرش النهاردة أقول لك مين الأفضل أو مش مين الأفضل، لأن في النهاية أنت يعني مش هتزكي حد على التاني، ده رقم واحد. هو السؤال بقى ليك أنت هتنزل مع مين؟ يعني مع هنا بوريدة ولا مع سمير زاهر؟ أنا إعلامي النهاردة. هو هينزل مع الاثنين، الوحيد اللي القايمتين هيوافقوا بيه عمه وصديقه. وعمر هنا بوريدة وسمير زاهر ما ينزلوا قصاد بعض، أنا بقول لك. لكن يعني مسألة إن هاني أو سمير ده للجمعية العمومية للتربطات، أنت نزلت انتخابات وعارف إيه اللي بيحصل في الانتخابات، وعارف إيه اللي بيتم في الانتخابات، وأنتوا بدأتوا يعني تلفوا في المحافظات أو تروحوا للأندية من بدري يعني بقالكوا بتاع حوالي 3-4 شهور شغالين بسم الله ما شاء الله. سمير زاهر لسه ما شكلش القايمة بتاعته، هل في الفترة اللي جاية ويعني برضه هي فكرة كنت بتكلم فيها، يعني ان هل واحنا بنتكلم في مصر الجديدة والاسماء وان انت بتدي وفي اطار ما يعني احنا داخلين على الانتخابات البرلمانية وبيجي رئيس الدولة النهاردة بيقولك ان لازم يكون في دور كبير للشباب، هل ممكن تلاقي بقى وجه جديد رئيس للاتحاد بعيدا عن هاني بوريدة وبعيدا عن سمير زاهر؟ هل ممكن واحد زي حازم امام ايا كان، عشان الناس ما تقولكش الزمالك والكلام ده كله، او اي طرح من الاسماء المحترمه في النادي الاهلي بفكر شباب بيجي ناس ليها، وحازم امام بما يمتلك بافكار كتيره جدا وبيمتلك ايضا شعبيه، ولا هي الجمعيه العموميه في اتحاد الكوره يعني في اسماء يعني مش واحد يعني مش حازم مثلا ده اللي جه في دماغي، وليد صلاح، زكريا ناصر، مش لازم يكون لعيب كوره يعني مش لازم يكون فعلا لعيب كوره يعني دي اداره، ولكن دي الاسماء اللي مطروحه دلوقتي في ذهن. هل ممكن تشوف هل الجمعيه العموميه من الاخر عندها الجراه والقدره ان هم ما يختاروش الناس اللي هم بيتعاملوا معاهم على طول؟ هل هم السؤال برضو للجمعية العمومية، هل هم راضيين عن حال المسابقات، راضيين عن حال الكرة المصرية، راضيين عن دعم اتحاد الكرة، ولا التعامل في الجمعية العمومية مع اتحاد الكرة بمنطق السحت، ان انا علشان يكون اخد حقوقي من اتحاد الكرة لازم ارضيك ولازم ان انا انفذ لك كل اللي انت عايزه، انفذ لك كل اللي انت عايزه سواء في اختياراتك سواء في قراراتك سواء. انتوا النهارده كابتن سيف كاتحاد كوره بقالكوا 3 سنين مظبوط؟ تمام. عملتوا كام جمعيه عموميه؟ 3. كام جمعيه عموميه اتعملوا؟ جم الناس؟ يعني في حاجات كملت في حاجات ما كملتش؟ لا، انتوا الجمعيات العموميه ما اكتملتش.
الجمعيات العمومية ما اكتملتش خالص بتاعتكو ما اكتملتش، وبيتم وبناء عليه بيتم تفويض مجلس الإدارة في القرارات. طب ليه ما يتعملش اجتماع جمعية عمومية وتناقش هي الجمعية العمومية ديت معمولة ليه؟ مش عشان يناقش مجلس الإدارة، مش عشان لو في مشاكل بتعاني منها الأندية بيتم طرحها على مجلس الإدارة ويتم الوصول ليها لحل. بند زي بند الثمان سنين دوت واللي انا ضده، يعني انا ما ينفعش انك انت النهارده عندي مثلا واحد زي سيف زاهر قعد 8 سنين خد خبرات وماشي بشكل كويس ومعاييره مميزه امشي ليه؟ احاول الله انا انا ضد ال انا ضد انا التداول ده التداول ده هو التداول اللي خلاك اداك فرصتك لا 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 خالص لا الفرصه بص يا استاذ لا لا انا ما خدتش لا لا يا استاذ جمال ثواني انا التداول احنا شغالين في الصحافه حضرتك مش بالثمان سنين هو مهنه انا مش بالثمان سنين انت النهارده انت النهارده لازم تكون كل شويه افرض التداول دوت افراز لي ناس هو هل انت راضي عن اداء اتحاد الكوره؟ هل انت راضي؟ ما هو التداول ده اللي جاب ناس قليلي الخبره داخل اتحاد الكوره. ايوه الخبرات بتكتسب بعد ما حد بيكتسب في الخبرات. يعني اقعد مع سيف النهارده واقعد معاه ماينس 3 سنين هتلاقيه زاد الخبرات ده. طيب هل احكم عليه ان هو يمشي؟ طب اقول بعد 8 اتفضل اتفضل. العمل التطوعي دوره انه بيربي كوادر بشكل عام في مصر. يعني ايه؟ ليه بنقول تداول وليه بنقول 8 سنين؟ عشان كل شويه ادي الجيل فرصه ما يحصلش احتقانات في المجتمع. بص بص يا استاذ جمال، طول ما انت كفء طول ما انت كفء لازم هتفرض نفسك. ما المجال موجود. لا يعني المجال موجود زي ما حضرتك موجود. يعني انت حضرتك بتقول لي دلوقتي التداول هو اللي خلاني موجود خالص. انا مش شغال مجلس. لا لا مش في مجلس. التداول عيب يا ابني. لا التداول بص حضرتك في الصحافه وحضرتك طبعا استاذنا في دوت الكفاءه هي اللي بتفرض كل نفسها. الاجيال الجديده اللي طالعه وايضا في الاداره الكفاءه هي اللي بتفرض نفسها. انا مع 8 سنين ليه؟ عشان بدي فرص اخرى لناس ثانيه وشوش جديده. ما انت دور جاب لنا سيف زاهر وعرفنا بسيف زاهر وعرفنا بإيهاب وعرفنا بكل دول. طب استاذ حضرتك سريعا بس دول ادوا نموذج سريعا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ردا على كابتن عصام فتاح. سيد المستشار مساء الخير. انا ليا ثلاث ردود بسرعه كده. اتفضل يا فندم. الاخ العزيز استاذ جمال العاصي كان بيقول ان اللي بيتكلم عن السهل عنده هوس ومحتاج يتعالج واللي عايز شماعه الحكام. لا مش سامع. اتفضل يا فندم. بقول لك الاخ العزيز جمال العاطي سامعني؟ اتفضل يا فندم. ولا بتسمعني؟ اتفضل يا فندم. اتفضل النبي يا استاذ مستشار. كلام حضرتك معايا بس. اتفضل. يا جمال عايز اسمع. معلش يا فندم. معايا انا يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. استاذ جمال بتقول انك الناس اللي عندهم هوس محتاجين يتعالجوا. انا ومين عشان بيتكلموا عن السحر وبيتكلموا عن شماعه الحكام. استاذ جمال الكلام ده ما يليقش طبعا. انا ما قلتش يا فندم هو ما بيتكلمش. يا سياده المستشار هو حضرتك داخل. يا سياده استاذ بعد اذنك يا استاذ رئيس دي بس معلش ادير انا يا فندم. طب ادير انا بعد اذنك يا جمال. يا عم هو راجل بيني وبينه علاقه معينه هكلم معاه هو عارفني. طب اتفضل يا فندم. اتفضل يا سياده المستشار. انت سامعني يا سياده المستشار؟ سامعك والله بس صوتك عالي. اقول انت عملت عيب على صوتي. ايوه هو صوتي الصراحه عالي. قول انا راجل عيان معلش صوتي تخن شويه معلش. طب معلش قول عشان بس الدور اللي فات انت قلت كلمتين. قول يا جمال يا خلص قول عشان في حاجه ايه بقى ايه بقى اللي انا قلته مش عاجبك يا عم؟ قول يا عم جمال. طب اتفضل انا معايا دقيقه بس انا معايا دقيقه. حضرتك بقى لي ربع ساعه اهانات وبعدين تقول لي معايا دقيقه. اتفضل يا فندم. ما انا غصب عني يا فندم والله. معلش برضه. لا انا اسف. طب اتفضل. ايه موضوع السحر يا جمال؟ رد على النقطه دي بعد اذنك. طب اتفضل. الهوس اللي عندنا اللي جالي يعني. لا ما جبتش وانت مش يا جمال انت مش فلاح من سهرجت؟ طبعا. طب وفي شرف ليا 100 دايرتي دي طبعا خلاص. وانت عارف ان في البلاد الناس الفلاحين عارفين في سحر. يعني صوت انت انا بدايرتك ده زي هو تبعي. في سحر يا جمال. فكان مش كلمه الهوس. انا بقول لك تاني وعلى مسؤوليتي. ايوه كان في سحر معمول الماتش اللي فات. بتقول الحكام ما في سحر معمول. انت ما بتعمل سحر معمول من خمس دقايق. بقول الظلم للاهلي وللزمالك. مظبوط السيف. طب اتفضل. انا قلت كده. قلت القاضي اللي قاعد على المنصه لما بيغلط بيتحاسب. ليه الحكم ما يتحاسبش؟ ده الجزء الاولاني رد على الهوس قلت عليه. الجزء الثاني يا استاذ جمال انت بتتكلم عن حوار بين الالترس وبين اي مسؤول. مظبوط. تمام. انا بتكلم عن حوار بين الاهلي والزمالك. لا يا ماشي انا كمان ماشي بتكلم على الصلح بين الاهلي والزمالك. قلت كلامي
هو في حوار بالرصاص يضربك بالرصاص ويعور ثلاثة عندك وبعدين يضربك انت بالرصاص وبعدين يجي بيتك يا استاذ جمال اللي انت جيته بيت انا اللي انت شفته واسرتي يضرب رصاص على البيت وبعدين اروح المحكمة تنازل وبعد ما تنازل يروح تونس ايه اللي ادبه حوار ايه ده يا استاذ جمال هو في اكتر من حياتك عارف ان انا برضو بيتي بيرفض ده وتروح المحكمة تقول بتنازل حفاظا على مستقبلهم وبعد التنازل باسبوع يسافروا تونس. طب يا فندم لا عند الخروج عن النص غير مقبول بس رد حضرتك على عصام لانها 30 ثانية هيقطعوا عليا. لا يطلع عصام بيقول لك يتعاقب عصام فوق انت بتكلم عن مرتضى منصور من فضلك لو اتكلمت عني تاني يا فندم هو ما جابش سيرتك هو قال اي حد بيتكلم في ذمة الحكام حضرتك كلمت ذمة الحكام خلي بالك طيب خلاص انا كلام واضح ماشي الراجل ما اتكلمش على حضرتك بنزل بالزمالك وديت امثلة قلت القاضي اللي بيغلط في السناف يا فندم تمام هو قال على الذمه الماليه للحكام بس خلاص المالية. الموضوع ما يخصش حضرتك يا فندم لا انا ما جابش ابو علي يقول لك اصل لازم يتعاقب لا يا فندم هو بيتكلم على سمعه الحكام انا النهارده للنائب العام مش هسيبك يا عصام عشان انت عملت له البلطجه وقلت إيه بس النهارده بتقول انا راجل سعيد ومش هسيبه انت بتهددني طب ايه ده بس ولا انا قدامي 30 سنه يا ريس والنبي ربنا يخليك طب هساله بس بقول لك انت جيت بيتي عارف ان اوعى فهمتك محترم يا قول يا استاذ جمال كلمتين بسرعه ما بغلطش في حد وانت عارف ده كويس انت جيت بيتي ولا تقولهم لي بعد الهوا احسن محترم ما بغلطش حد وانت عارف ده كويس انت حضرتك محترم وسياده المستشار محترم سياده المستشار انا برد على الهوس والسحر اللي انت قلته تمام يا فندم كل وبرد على اللي انت قلته في تمام يا فندم تمام بشكرك يا فندم شكرا جزيلا شكرا جزيلا سياده المستشار مرتضى منصور شكرا جزيلا استاذ جمال كل حاجه احنا ما جيناش تحت الاهلي والزمالك يعني الماتش المهم ما اتكلمناش فيه وجايبين هنتكلم في الاهلي والزمالك والخطه والترتيبه والاهلي والزمالك انت حضرتك ليك في الخطه بتاعت الاهلي والزمالك طبعا مش فيه ماتش مهم يعني مش معنى هو كله بيتكلم لا مش كله انا خبير بس جمال العاصم عندي سي في طويل طب انت حضرتك سخنت فجاه ليه كانت الامور ماشيه هادي انما انت بقى بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني بشكرك اسلام شكرا جزيلا شرفتني ونورتني بشكرك سيف وبشكر استاذ جمال وبشكركم كلكم بشكرك ومزيد من التالق كده يعني صحفيا او اعلاميا ان شاء الله ربنا يكرمك الله يخليك بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين كان معايا استاذ جمال العاصي استاذ اسلام صادق بشكركم شكرا جزيلا بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حلقات ملعب اليوم صباح الخير